الرياضة العربية الأصيلة. إذا نواصل مشاهدينا الكرام، نواصل الانطلاقات، نواصل الاندفاع، ونواصل أيضا تحديات هذه اللحظات التي تعلن في هذه البداية. إذا انطلاق الشوط الثاني، الشوط الخاص بالأبكار المهجنات أو الأفكار، والله من كثرة السرعة يا إخواني لا علي لوم، لكن الأمور تسير مع الحول المهجنات الأصايل في هذا المسار وفي هذه الإثارة وفي هذا المسار. ما شاء الله بدأنا بالبداية والشعارات التي تقدم جزءا من التنافس المثير في رياضة الأصالة في هذه الرياضة عبر الميادين المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الله، بدأنا والمقدمة هناك مع المركز الأول شاهينية مع هجن الرئاسة وسعيد بن عيلان المهيري الذي يقدم البداية الأولى بوجود الشاهينية. وصلت العنود وتليها بشاير في المركزين الثاني والثالث لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير أيضا في الإدارة. المركز الرابع هنا مواصلة مصيحة لاسمه شيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي. وهناك على المركز نتابع المركز الخامس وجود حيلة على المركز الخامس لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. وهناك سالم بن سعيد بن منانه الذي يتابع هذه التحديات والإثارة. هنا على المركز السادس نعود مع وجود ذكريات لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. وهناك أيضا مع هذه اللحظات سعيد بن محمد بن حزيم. المركز السابع هنا حشره في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بونواس مع انطلاقه هذه الاندفاع. بينما المركز الثامن تاتي الشايبه هنا في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم حميد بن بدر العليلي القادم مع الشايبه. الله، هذه واحده من الاسماء المتميزه في المشاركات. المركز التاسع هناك فن في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر محمد بن ضبيعة ايضا يتابع هذه اللحظات. والمركز العاشر هذه على المركز العاشر هناك المتحدة ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في المركز العاشر وبقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه الاسماء، هذه الاثارة، هذه الانطلاقة، البداية وصباحنا صباح الكبار ولكن برقص الابكار الصغار. ما شاء الله، هنا كما نتابع في هذه الانطلاقة واضح ومؤشر الاستعداد للجميع، واضح بأن هذه النوعية سوف تشهد ما شاء الله منافسات. الأشواط الرئيسية في السيوف والتحديات أيضا ستكون حاضرة بمسمياتها وشعاراتها التي تتميز مع هذه الانطلاقة. عودة إلى المقدمة والبداية واندفاع هذا الشوط الذي يحمل في بداية هذه اللحظة مع وجود المركز الأول والعنود اللي بدأت أيضا هنا مؤشرة بعناد المنافسة والتحدي والإثارة على هذا الاندفاع. الله، العنود لهجن العاصفة وأيضا حمد بن راشد بن غدير الذي يتواصل مع وجود العنود هنا ليتابع مع افتتاح البداية الأولى. حيله على المركز الثاني في هذه التحديات وفي هذه الإثارة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم أيضا بقيادة سالم سعيد بن منانه الذي يتواصل أيضا المتحدي. قدم أيضا هذه الأسماء وهذه الإثارة وهذه التحديات في هذا الاندفاع. المركز الثالث هنا نعود مع الذكريات وذكريات الكبار في منافسات هذا السن بالذات مع تحمل أيضا ذكريات لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. وايضا هناك في التحدي سعيد بن محمد بن حزيم الذي يقدم ذكريات التاريخ وذكريات هذا الموسم. هنا تبدا مبكرا حشره على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وايضا هناك عبد الله بن علي بونواس. يا سلام، الاسماء تبدا بشاير على المركز الخامس ايضا تطالع وتراقب الموقف مع اخر 3 كيلومترات اللي بداناها نعبر ايضا في هذه اللحظه لهجن العاصفه وحمد بن راشد بن غدير ايضا في هذه الانطلاقه. والمركز السادس هنا تتواصل وجود مصيحه في المركز السادس لاسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي الذي واصل ايضا. وهنا الشاهينيه
على هذه اللحظة وهذا المسار المميز الذي ينطلق بالشاهينية مع هجن الرئاسة. وهناك سعيد بن عيلان المهيري، يا سلام الأسماء اللي بدأت الآن تظهر على البدايات الأولى وتحدد المسار هنا على المركز الثامن. هذه فن في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بالضبيع، أيضا فيها المنافسة. المركز التاسع تواصل الشايبي لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم وحميد بن بدر العليلي. وهناك على المركز العاشر هي العنود في المركز العاشر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن سعيد بن منانه الذي يتابع هذه الإثارة. هنا أيضا التحديات والانطلاقات 2 كيلومتر مع الكبار مع السرعة ما شاء الله اللي بدأت واضحة، ولكن هذه السرعة الأولى الخطوات الأولى في هذا الموسم حتى المضمرين مراقبة ومتابعة والجمهور يحسبون حسابات. المتابعين المحبين لهذه الرياضة بدأوا من البداية هنا يبدون في مشوار الخطوة الأولى، ودائما كما يقال الميل يبدأ بخطوة وهذه هي الخطوة فيرست ستيب، إذا تبدأ هنا من هذه الانطلاقة وهذه البداية. الله، هنا المقدمة والصدارة والعنود، العنود متابعة لإثارة البداية الأولى، والواثق أيضا قادم بالعنود يعرف العنود وإنجازات العنود وتحديات العنود التي تقدمها دائما في كل مساراتها وفي كل انطلاقاتها. هناك على المركز القريب والمنافس وبفارق بسيط جدا تجد حيله على المركز الثاني وما فيها حيله، مسارها وإثارتها وانطلاقتها وإذا تاريخها يعلن هذه الإثارة. فقط للتذكير بوصولنا مشاهدينا الكرام مع هذه اللحظة إلى 1200، بدأنا مع الكبار وما شاء الله هذه الأمور لا تحسبها، هذه الانطلاقات الرقص يبدأ في هذه الانطلاقة والتحدي والمسار والعنود التي تتابع هذه الإثارة. هنا انطلقت مبكرا، سلام 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 البداية، العنود مع الكيلومتر الأخير افتتاح اللحظات الأخيرة، العنود وحيلة في المنافسة، العنود لهجن العاصفة وحيلة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم أيضا في تحدي وإثارة مع الهنتين اللي على المقدمة، تنافس وتبادل وتبادل وانطلاق. المركز الثالث تعود بشاير أيضا لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن أغدير. الله، شوف الإثارة شوف الإثارة، تحدي تحدي ما بين الأسماء العمالقة المضمرين الفنانين اللي ما شاء الله وتبارك الله كل يفرض أسلوبه في الميدان ويعلن أيضا تواجده مع هذه اللحظات وأسلوب العاصفة وهجنها مع العنود. هنا بدأ يظهر يتفوق مع البداية الأولى مع هذه اللحظات بوجود العنود من قادت البداية والانطلاق والتحدي والإثارة. هناك من هذه اللحظة العنود إذن على المركز الأول لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يتابع هذه اللحظة وحيلة في محاولات اللحظات الأخيرة أيضا للانطلاق وتواصل حيلة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد مكتوب وسالم بن سعيد بن منانة في إثارة المتحدي والواثق في أسماء دائما عرفتها رياضة الأصالة، عرفتها الانطلاقة وعرفتها أيضا مسارات هذه الميادين. التهنئة والناموس للمرة الثانية على التوالي في هذا الصباح المميز لهجن العاصفة، تهنئتنا أيضا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب أيضا شكرا. الواثق مع العنود تصل إذن في المركز الأول، المركز الثاني حيلة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث الشاهينية في المركز الثالث مع هذا الاندفاع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع بشاير في المركز الرابع آل مكتوم. هذه الأسماء ما شاء الله مع الكبار، استمتعنا على مدار شوطين مع الحول، وهنا أيضا التوقيت الزمني 9:30 3/3 من الثواني هو توقيت هذه الانطلاقة مع العنود. أيضا شكرا للعاصفة وهجنا، وشكرا الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني حيلة قدمت من الأداء المتميز في انطلاقها، تهنئتنا والناموس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا شكرا المتحدي سالم بن سعيد بن منانه على هذا الأداء 9:31 9 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث كانت الإثارة واضحة مع وجود شوق اللي على المركز الثالث، تهنئة والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم
وشكرا لسالم بن حمد بن نهيان العامري. ما شاء الله 9 دقائق 37 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية، والرقص متواصل عبر دبي ريسينج أيضا في متابعة أحداث هذا الصباح.